لم يكن هذا المشهد غريبا على الفلسطينيين قبل النكبة وفي السنوات التي تلتها، لكنه بات غير مألوف في أزقة سوق الناصرة القديم. حمار يسير بين البسطات التجارية القليلة المتبقية بعد أن كان يوما ما هنا وسيلة لا غنى عنها لنقل البضائع والتنقل من زقاق إلى آخر. إحنا حاليا في المنطقة اللي ممكن نسميها المحطة المركزية، اللي فيها كان يحمل الموني والأغراض ويوصلها لبيوت الناس. مبادرة رحلة اختفاء تسافر عبر التاريخ لاستعادة مشاهد من ذاكرة المنطقة وهويتها التاريخية، هوية تعاني من سياسات الطمس الناعمة من قبل السلطات الإسرائيلية في البلدات داخل الخط الأخضر. إحنا نعمل في المقابل هو حقيقة وجودنا أهم إشي، وهذا الوجود ما بيجي من فراغ، هذا الوجود بيجي من علاقة مع المكان، فعشان هيك بنطلع دائما على الثقافة والتراث والتاريخ، رابط جدا مهم إنه يعيد ربطنا في هاي الأمكنة. مشروع حمار حارة وحكاية قائم على شراكة 4 جمعيات فلسطينية تهدف إلى إحياء تاريخ مدينة الناصرة من خلال فعاليات ثقافية تسرد حكايات المدينة وتجسد صورا من أرشيفها. يجوب الحمار أزقة السوق القديم في الناصرة في مشهد غاب عن الذاكرة منذ سنوات، وغاب معه رواد السوق الذي كان يوما ما يزدحم بالتجارة والحياة، بينما لا يتوقف الأهالي على جوانب الطريق عن سرد ذكريات يتمنون عودتها. يتشابه واقع المدن والقرى الفلسطينية في جميع المناطق، حيث يعاني السوق منذ أكثر من عقدين من سياسات تجفيف معالمه لتنفيذ مخططات فرض السيادة الإسرائيلية. هالأماكن هاي يعني مش بس السوق والبضائع، كمان الفن المعماري، كلها مهمة لإرثنا وموروثنا الفلسطيني، لأنه هو بيحمل هويتنا، بيحمل ذاكرتنا، بيحمل الناس اللي مرقت هون اللي بدنا نحافظ عليها. الكبار يموتون والصغار ينسون، مقولة يثبت الفلسطينيون فشلها في السوق التاريخي عبر مبادرات تعيد توثيق السردية الفلسطينية وفتح مشاريع تجارية رغم العراقيل الاقتصادية. معركة على الهوية والمكان يعيشها الفلسطيني بشكل يومي منذ النكبة وحتى حاضره. فمشتاوتي أرتي عربي، مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر.